رح ننتقل لجزين مع خادم رعية سيدة الانتقال بجزين الأب إلياس صليبا. أكيد الاحتفالات رائعة بسيدة المعبور وبعيد السيدة اللي هو كمان خاص بهالقضاء وتحديدا بمدينة جزين. أبونا إلياس المجد لله. بوجور بوجور، يعطيك العافية. بدك تسمعنا على السكايب أو على التليفون؟ ما بعرف، في فرق بين الصورة والصوت أكيد. بدك تخبرنا شوي عن الاحتفالات السنة، شو عاملين؟ في احتفالات أو مقتصرة فقط على القداديس الدينية؟ الله معك خي عبدو، الله معك ماريتا، أهلا وسهلا. يا أهلا فيك أبونا. الاحتفالات بالحقيقة السنة تعود لسنة 1983. نعم. الاحتفالات الحلوة ما حبينا السنة نوقفها بزمن كورونا. نعم. بوقت الأزمات والنكبات الكنيسة لازم تكون مفتوحة مثل المستشفيات مفتوحة للشفاء الروحي والشفاء الجسدي. واليوم الإنسانية مأخوذة إلى الكنيسة تكون مفتوحة مش مقفلة على مؤمنيها وعلى الأشخاص اللي هن بحاجة لحتى يروحوا ويزوروا القربان قبل ما يروحوا على المستشفى، إن كانوا أطباء، إن يروحوا على العسكر، إن كانوا جيش، إن يروحوا على التمريض إذا كانوا صليب أحمر أو دفاع مدني. فلذلك الكنيسة مفتوحة، وعيد السيدة 15 آب يلي منبلش فيه ابتداء من بكرة 31 تموز، من حابل 15 يوم نتحضر لحتى نفوت بهذا الزمن بنسميه الباراكليسي. نعم نعم عم نسمعك، تفضل. شو في كمان من احتفالات؟ نحن بالحقيقة بهذا الزمن كل يوم عشية نعمل صلاة الباراكليسي بالكنيسة وعلى النبع بجزين. نعم. المدينة الرائعة فيها هذا النبع الجميل جدا يلي هو بغذي الشلال وبغذي المنطقة. نحن من النبع من مسجد الله بنصلي العذراء، وهيك بنحافظ على التباعد الاجتماعي من خلال وجودنا بالهواء الطلق. كل يوم رح يكون في عندنا تراتيل لحتى ما نتغيب نحن عن شعبنا يلي هو عم يعيش هالأزمة الاقتصادية وعم يعيش هالأزمة الكورونا يلي هي وباء عالمي. نحن دائما عم نكون حاضرين مع ناسنا، وخصوصا ايضا باخر 3-4 ايام من العيد يلي عم نكون عم نحضرهم بالباراكليسي يلي عم نعمل زياح بالسيارة، لأنه وقت الأزمة العالم كله قاعد ببيوتها، فحبينا العذراء تيجي تزورهم من خلال الكنيسة. نعم. تحمل العذراء وتبرم فيها على كل بيت ببيته من خلال الأبنية اللي بتكون محضرة هالمسارات قدام الأبنية، واللي ترش بالورد وترش بالرز وأيضا إضاءة الشموع. بدنا مثل الإربان كل مدينة جزية، بدنا نصورها مريم العذراء، كل بيت، كل حي، كل شارع بهذه المدينة العظيمة يلي هي مدينة جزية العريقة. نعم، يعني بتباعد أكيد أنتم رح تكونوا بالسيارات أو سيرا على الأقدام، والمباركة تتم من خلال التباعد الناس على جوانب الطرقات أو على الشرفات وبمنازلها. مدينة جزية كبيرة، لذلك رح يكون السياح بالسيارة لحتى نحترم التباعد الاجتماعي، وهيك بنكون عم نقدر نزور كل المدينة لأنه مدينة كبيرة ما بتنظر على الأقدام. لكن اعتبارا من بكرة أو الليلة بتبلش التسعوية أو بكرة؟ ابتداء من بكرة 31 تموز ل 15 آب. 15 يوم. نعم 15 يوم، كل يوم عندنا صلواتنا، وكل يوم عندنا في التمجيد للعذراء مريم. نعم. وخصوصا على النبع، وبكل احياء مدينه جزين رح تكون العذراء حاضره ومضوايه. اكيد بنحترم دائما التباعد الاجتماعي اكيد اكيد رح نرافقكم بكره بمشاهد وصور رح تزودنا فيهم، ونبقى على اتصال بهذه المباركه لانه كثير حلو نجدد ايماننا من خلال القربان المقدس اللي ما قلنا غيره، هو الاكيد اللي رح يحمي لبنان من خلال الصلوات، ما قلنا الا الصلوات، مش هيك ابونا؟ اكيد بهذه الازمه مثل ما قلت في عندنا دائما بالنكبات المستشفيات بتكون واقفه حد الانسان، وبتكون الكنيسه واقفه حد ابنائها. شكرا لك ابونا الياس صليبا خادم رعايه سيده الانتقال في جزين، بالكل سنه وان شاء الله ما تكون السنوات المقبله بهذه الازمه.